السلام عليكم. كم هي الأسر التي حرمتها حرب الحوثيين والمخلوع من الاجتماع على مائدة الإفطار في رمضان؟ كم هي الأسر التي فقدت عائلها أو فرداً من أبنائها؟ كم هي الأسر التي فقدت بيتها الذي كانت تأوي إليه وأصبحت في الشتان؟ كم هي الأسر التي كانت تمد يدها بالهدايا والصدقات وتفتح أبوابها للضيوف والعابرين، فغلت الحرب يدها وأغلقت أبوابها؟ ما أعظم حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحرب، وما أعمق هذه الجراح التي فتحتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في كل بيت في كل قلب؟ مشاهدينا الكرام، قضية النازحين قضيتنا الأكثر وجعاً وتكراراً. نتابع اليوم قصة إحدى الأسر التي اضطرت للنزوح، ثم نعود. ريهام. أنك أنت؟ بيبي باشا. ليش أنت وين الآن؟ بأي مكان؟ بالبيت الحمراء. أنا عند بيت جدي، وأنا بعدين نزحته كان القناص الحين تحت الدفاع، بعدين الحين ضرب ورم كان بيت فوق بيتنا، بعدين هربنا مع حش فراش ولا حاجة، هربنا بس الآن نرقد له بالقاع ما نرقش بحاجة. كم منكم؟ ستة، كنا من الحين تسعة، الباقيين هربوا صنعاء يدفقوا عضوهم، قلنا خلاص الحين هنا نقص ستة. عند مين جالسي؟ عند بيت جدي. جدك يشتغل؟ لا، أبي سعودية بس ما يمديش. من فين أنتم؟ من صبير. أنت كبير وحدة؟ أنا أصغر من البنتين. تدرسي؟ كنا صف رابع بس أنا بطلنا السنة ما أعرف بيأس. قاسم بيت جدكم ها؟ دكان. دكان؟ وين الدكان هذا؟ هذا اللي مفتوح محل من الكتابة. ها؟ هذا الدكان اللي هنا. هذه بنت أختي، الوضع يعني هي ما بتقدرش تخاطبكم لأنها لا تسمع ولا يعني ما تقدرش تتكلم بكثرة، لأنه لو تكلم بكثرة تتعب، وعنده يعني عنده نزيف وعنده القلب حقه، يعني الوضع الصحي متدهور إلى الآخر. معي تسعة منهم عشرة عيال مع بنات، المتواجدين الآن أربعة والبنات أربعة والابن ببربهم، هم ساكنين ببرباشة، كانوا هناك معاهم بيت جالسين هناك والأب موجود كمان، عنده كمان الحالة متدهورة نفس حالة الأم، والحالة المادية عندهم تحت الصفر. كانوا هم ساكنين ببرباش عند الدفاع قوي، وكان يعني نفس الحكاية، بس يعني حصل الضرب وحصل إنه يعني القذائف يوصلون لهناك، فهذا الدكان هو تبعنا إحنا، فجبنا لهم هو يعيشوا داخله. طبعا الحالة المادية يعني لا كان لا في معهم فرش ولا معهم أي مصدر دخل ثاني، ولا يعني معهم يعني حالة مادية فوق ما تتصور، يعني مش قدرش أقول لك أي كلام قدامهم لله علشان ما أزعلهم. صراحة زعلان، أول سنة في قزع حياتي إني من بيتي وبيت زوجي وهذا مفارقين، أنا القعد كنا ما نعرفش النوم كيف نعيش الليل احنا داري احنا الليل واحنا النهار، الحين الحمد لله نرقد هذا، بس يعني زي الحاجه ضايع علينا، الاب لحاله والاب لحاله، واحنا مشردين زي المشردين بالشوارع كذا لحالنا، لانه كانوا حال يعني هم بمكان مكان من الخطر، يعني كان القنص والقذائف يوصلون لهناك، الذي علشان كذا نزحنا بهم لهنا. يعني شوفي لما الدكان هذه يعني واحد قام واحدة قام واحدة قام واحدة، يعني كانوا أقول لك الحالة من رد متدهور، يعني إيش عن نعمل لهم؟ هذا اللي قدرنا إحنا الله إن إحنا نديهم لهنا. شو زعل؟
بسبب القذايف والقنص يعني الحالة. بيتي صراحة كانت عايش بيتي مرتاحة، حتى لو ما فيش معانا المادية ولا، بس كنا مرتاحين متكافين بوسط البيت. الحين يعني زي الضايعين، القاهل ما له إلا أبوه وأمه، الحين كل واحد حاله وكل واحد. بس أمي بعض الأحيان قالت شنو لأن بدأت القلطة حقه، وأما بي تعبان، جاء جسمه يكون كله حبوب يطلع به حكيك، وعاد عمل عمليتين. بس الحمد لله ان احنا لقينا بنفسنا، في دحين ناس كثير قماتوا بعد ما خرجنا. حرم القناص قناصو ثنتين طالبات، ومي قال لا ما ندرس. رجعنا جينا لهنا نازحين بعد اخر اختبار لنا. والله ان نرقد الليل هذا حمام، كل جهال كل ساعه دخلوا يتغسلوا، كل ساعه يتضاربوا، كل واحد رقد فوق الثاني. الحمد لله واحنا جالسين ايش نعمل يعني لهم مش تغدوا مش تعشوش، ولا تعشوا مش تغدوا يخففوا لهم. ولا كانوا من قبل الحمد لله كانوا يعني كانوا ساعدوهم ناس كثير الحمد لله. اصلا لقد شهر اشتاق البيت بكم شي يكون ما فيش دخل معانا. الأكل يعني نحصل من الهيئة بس نقصها من زي ما كان أول، كان يدرونا كثير الحين نقصوا من زي ما كان من دون أول. يعني الآن الحين يعني كان أول ندور روتي كثير، الحين بعض الأحيان يأكل واحد من واحد 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 نحسب لهم خلاص. الحمد لله نقول إحنا أقول الحمد لله أحسن، إحنا أحسن من غيرنا أنا ما أقول كذا. رسالتي الذي يعني رسالتي انهم يعني لكل فاعل الخير وكل من اراد يعني فعل اجر، نحن الان بدخول شهر رمضان الكريم يعني يقوموا بتكفيله الجهال من حاله الماديه من حاله الصحيه، لا جهال ولا لا بنات ولا عيال الاطفال يعني حالتهم الصحيه متدهور، وكمان لا يجدوا الملبس ولا المأوى يعني لا يجدوا الفرش ولا القمش ولا كمان الأكل يعني من مكان من فترة إلى فترة كان صح إنه يندو لهم المقاومة يندو لهم كذا، الآن انقطع كل شيء. إحنا ضيق، استرجع عند أبي وأخواني، هنا ما فيش أي حاجة ضول النص حاجة، هنا كنا جلس نحنا وأبي وأمي نجلس كل يوم نضحك ونمزح، هنا ضباح، حتى الضوء هنا ما فيش، هنا حما ضيق، إحنا. بس هي بعض الأحيان روتي واحد بس. لهؤلاء النازحين والفقراء حقوق مكفولة في القانون والدستور لكنها مهدرة في الواقع. فالمادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. وليس القانون الدولي وحده من ضمن هذا الحق، بل نص عليه الدستور اليمني النافذ في المادة 65 التي تقول تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون. مشاهدينا الكرام، حقوق النازحين في القانون ووضعهم في الواقع موضوع نقاشنا مع المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري والناشطة مسك المكرمي بعد الفاصل.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من تعز المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري والناشطة الاجتماعية مسك المكرمي. مرحبا بكما، وأبدأ بالأستاذ عمر. كيف ضمن القانون حقوق النازحين كفئة ضعيفة؟ القانون الدولي والدستور اليمني والقوانين اليمنية أيضا. بسم الله، شكرا لقناة بلقيس على الاهتمام بالقضايا الخاصة بالنازحين وقضايا الإنسان. أولا، اهتم القانون الدولي بشكل عام بقضايا النازحين بحقوق النازحين بشكل أساسي في اتفاقيات جنيف الأربع، وتركز عليها بشكل خاص في الاتفاقية الرابعة، وهناك بروتوكولات واتفاقيات يعني اهتمت بهذا الجانب، ولا يوجد يعني أي غبار حول أن هناك نصوص تهتم بهذه الجوانب. المشكلة تكمن دائما في تنفيذ هذه الاتفاقيات وفي هذه المبادئ على الأرض. أما بالنسبة للدستور اليمني فقد اهتم بشكل عام بحقوق المواطن، ومن ضمنها حقوق المواطنة في الظروف التي يمكن إدراكها ضمن الكوارث الطبيعية والتي تكون أيضا من صنع الإنسان. هناك نصوص دستورية أوجبت على الدولة وألزمت الدولة بأن تقوم برعاية المواطنين في كل الظروف التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان اليمني، كالكوارث والحروب أيضا، يعني كواجب أساسي على الدولة لا يمكن التخلي عنه لأي ظرف ولأي سبب. والقانون اليمني أيضا يعني جاء نتيجة لهذه النصوص الدستورية، ولكن بشكل خجول جدا لعدم وجود حاجة في لدى المقنن والمشرع اليمني أثناء وضع تلك القوانين. ولكن بشكل عام يوجد نوع من التكامل بين القانون المحلي الوضعي الذي يتكامل مع القانون الدولي الإنساني، ويعتبر اتفاقيات حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة التي يعني يمكن ضمانها بشكل أو بآخر. نعم، تفضلت بالقول أستاذ عمر أن هذه الحقوق التي نص عليها القانون اليمني على الأقل والدستور يعني كتبت أو صيغت في ظل الظروف الاعتيادية. هل نستطيع القول أن سلطات الأمر الواقع الانقلابية وكذلك الحكومة الشرعية المقاومة ورثتا هذه الأعباء التي نص عليها الدستور؟ لا يمكن القول بأن حكومة الانقلاب سلطة الأمر الواقع في الشمال أو الشرعية في مناطق السلطات الشرعية أنها قامت بأدوارها المفترضة دستورا. لا يوجد أي ظواهر على الأرض من قيام هذه السلطات الشرعية أو الانقلابية ضمن مناطق اختصاصها بأي دور نهائيا. يكون هناك دائما اعتماد كامل على المنظمات الدولية وعلى المبادرات وعلى منظمات المجتمع المدني المحلية. يعني تم الزق بالمواطن في مواجهة هذه الظروف الصعبة، في مواجهة الحرب، في مواجهة التهجير التعسفي الذي تعرض له الإنسان بسبب الحرب، في ظل ظروف مأساوية، في ظل ظروف انعدام مصادر الدخل. وتخلت السلطات واهتمت بمسائل أخرى أقل يعني يمكن. نعم، يعني انشغلوا بالمزايدة السياسية حول هذا الموضوع. نعم. لكسب يعني أغراض أو أهداف سياسية وتسجيل نقاط. أنتقل إلى الأستاذة مسك، كيف تقيمين وضع النازحين في الواقع مقارنة مع هذه الحقوق في الإعلان العالمي وفي الدستور والقوانين اليمنية؟ كم هو حجم الفجوة؟ في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لقناتكم الفاضلة على استضافتها لنا لتوضيح معاناة الحقيقية التي يعاني منها أبناء تعز، وبالذات شريحة النازحين، وكوننا إحدى الناشطات الحقوقية التي ظلن في وسط تعز لهذه الفترة الطويلة، ونظرنا معاناة الحقيقية التي يعانيها النازحين من التشرد ومن الفقر المدقع، ومن أن بعض النازحين تشردوا حقيقة. في أول الحرب كان هناك من النازحين من ينزحون، والله أنهم حتى يريدوا أن يبيعوا أنفسهم ليخرجوا أبنائهم، وفي الأخير من هذه القوانين الدولية لم تصلهم حتى الإغاثة التي تصل إليهم، ربما لا تصل لهم بالشكل المطلوب. يعني لا تصل لهم بالغرض الموفى، تؤتيك قبل مثلا يؤتيك سلة
غذائية وما قبل 5 أشهر ويظل سنة ليأتيك بسلة أخرى، من أين يأكل هؤلاء النازحين؟ صحيح. النازحين ينتقلون إلى مناطق غير مناطقهم، يعني في ظروف الحرب. إذن الأمم المتحدة، إذن القوانين التي فعلت من أجل خدمة هؤلاء النازحين ربما هي لم تطبق، ربما لم تكن واضحة. ليس ربما كافية. وإنما الأكيد كما تطرحين الأكيد أنها. أنا أقول ربما إجزاما، يعني مش ربما وبس، حقيقة ربما يقول لي أحد الناس ألا في غافات نحن سمعناها، نحن سمعنا في الإعلام، لكن على ظهر الحقيقة والواقع لم نرى إلا الأشياء البسيطة، إلا الأشياء القليلة التي تأتي من فاعلين الخير وعادها تأتي للنازح. صورنا من اليمين، صورنا من الشمال، صورنا وأنا أجري، صورنا من كل الجوانب. إذا تشرد المواطن التعزي أو اليمني، تشرد وفقر وجوح. يعني الظروف التي القوانين التي فعلوها من أجل خدمة هذه الشريحة في الحروب ربما يعني كانت مغيبة تماما، لم تخدم هذا النازح لا اقتصاديا ولا تعليميا ولا أعطته حقوقه التي ذكروها حتى ربما غذائيا، ما أكفتش غذائيا. نعم سيدة مسك، بما أنكم موجودون في الميدان، هل لديكم أي إحصائيات عن أعداد النازحين أو حتى كأسر، أعداد الأسر التي يعني اضطرت للنزوح في أماكن متفرقة من المحافظة؟ ربما نزحوا مثلا إذا كان على ظهر الواقع تعز، ربما كانوا منهم 4 مليون، يعني 4 مليون نزحوا كل الناس. نعم. كل الناس بقوا 4 مليون، هذا عدد السكان، يعني عدد السكان والأغلبية تعرضت. نعم. ليه؟ إذن أخي أنت تخيل مثلا 20 مليون أو 4 مليون في تعز كلها تهاجر، لا يبقى منها إلا الناس القليل، يعني 3%، لم يبقى من السكان إلا 3%. نعم. إذن النازحين هؤلاء. أنتقل للأستاذ عمر حول تقييمه أيضا للعمل الإغاثي. العمل الإغاثي ضعيف جدا، ضعيف للغاية ومعدوم في مراحل كثيرة وفي مناطق عديدة. نعم. يعني يمكن تقييم الوضع من عدة مستويات، أولا على المستوى على المسار الزمني يمكن القول أنه في بداية الحرب كان هناك جهود طفيفة وخجولة من منظمة الهجرة الدولية فيما يخص النازحين، أنا أتحدث بخصوص النازحين. نعم. بشكل أساسي هناك اهتمام من منظمة الهجرة الدولية في الأرياف وفي المناطق التي تعرض سكانها للتهجير التأسفي، ولكن هذه الجهود لم ترقى للشكل المطلوب. وأيضا هناك تقصير، هناك قصور كبير من الجانب الرسمي الحكومي الذي يمكن أن هناك لجنة رسمية مخصصة لهذا الموضوع، الموضوع الإغاثة يرأسها. نعم. وزير في الحكومة. يعني هل من المعقول أنها طوال سنتين طوال عامين لم يعني تتطور في أدائها، لم تصل إلى يعني ربما في البدايات كان العذر قائم أن المسألة فيها إرباك وفيها يعني فجائية، أما بعد عامين يفترض أن العمل تحول إلى عمل مؤسسي، كيف يمكن النظر لأداء هؤلاء؟ الحديث عن هذا الجانب أساسي ومهم ويكون محوري لتقديم الجهود الإغاثية بشكل عام، حتى بالنسبة للمنظمات الدولية، اللجنة العليا للإغاثة وتندرج ضمنها يعني فرعيا اللجنة الفرعية للإغاثة في مدينة تعز في محافظة تعز. نعم. يفترض أنها يوجد لديها قاعدة بيانات خاصة بالنازحين. نعم. ولكن هذا الشيء غير موجود، لا يوجد لديها فرق ميدانية ولا يوجد لديها أي إجراءات يمكن أن يتم تجميع النازحين في تجمعات في مناطق، كل الجهود فردية وشبه والمبادرات مجتمع مدني، وأيضا أحياء أيضا المواطنين يقومون بفتح بعض المدارس لإيواء بعض النازحين، ولكن تشرد المواطن اليمني وبالأخص المواطن في تعز وتعرض للتهجير عدة مرات، هناك أسر هجرت عدة مرات. نعم. تهاجر تنزح بشكل قسري من منطقتها إلى منطقة أخرى ثم تضطر إلى النزوح مرة أخرى حين تصل المواجهات إلى يعني. نعم. مكان نزوحها الأول. صحيح. نعم. وأحيانا إلى مناطق جديدة.
هناك أسر هجرت لعدة مرات، هناك أسر هجرت من قريتها إلى المدينة، وفي مناطق التي في المدينة كان هناك خطوط تماس تطورت وتقدمت وتعب واضطروا للنزوح أيضا مرة أخرى. هذه الحالات نعيشها ونلتقيها بشكل يومي، ولكن الجهود الرسمية غير موجودة على الإطلاق، وبالتالي هذا الشيء أثر على الجهود المنظمات الدولية التي تسعى دائما وتسعى للتنسيق مع الحكومة ومع السلطات المحلية. هل يمكن أستاذ عمر، هل يمكن أن عدم ثبات النازحين بهذا الشكل الذي طرحته يعني وتغير أماكن نزوحهم، هل أسهم في إرباك المشهد الإغاثي إذا ما صح التعبير؟ لم يكن هناك إرباك، هناك أساسا لا توجد جهود أساسا لتتبع حالات هؤلاء النازحين. من الأساس لا توجد فرق ميدانية لتتبعهم. مثلا عندما تحصل نوع من التهجير القسري لقرى معينة أو مناطق معينة، لا توجد فرق ميدانية تنتقل لتسجيل بيانات النازحين، ولا توجد فرق تقوم بتوفير مخيمات إيواء، ولا توجد أيضا فرق أو جهود تقوم بتوفير خيام ومستلزمات العيش. بالتالي اضطر المواطن إلى النزوح إلى أقاربه، إلى الخلاء، إلى العراء. هناك أسر عاشت تحت خيام بدائية، وهناك أسر عاشت من غير خيام، شاهدناها جميعا. المستوى المحلي الرسمي للإغاثة صفر. على ما هو السبب؟ يعني ما هو السبب برأيك؟ هل المسألة المادية توفر في العمل؟ هل عدم توفر الإمكانات هو يعني أحد هذه الأسباب؟ مثلا اللجنة الفرعية للإغاثة تعتبر هي ممثلة، يعني يمثلها رئيس السلطة المحلية في تعز المحافظ. هناك إيرادات بالملايين توجد وتدخل يوميا الى موازنه هذه المحافظه والسلطات المحليه. لم يحدث ان استغلت. والمحافظ يصرح انه ليست لديه سيطره كامله على هذه الايرادات على سبيل المثال، لكن انا اتحدث عن لجنه الاغاثه، ولكن الرئيس نائب وكيل المحافظه رشاد الاكحلي لرئاسه اللجنه الفرعيه للاغاثه، وهو مسيطر فعليا على هذه الموارد. نعم. ولكن لا يوجد منيح، لا يوجد اهتمام. هناك ايضا اسهامات دوليه واقليميه من مركز الملك سلمان والمنظمات الدوليه، نسمع يعني بين الحين والاخر عن عقد اتفاقيات، عن تقديم مساهمات، عن يعني تقديم معونات عينيه. يعني هل الخلل هي الامكانات فقط، ام ان الخلل هو في العمليه الاداريه وفي تنسيق مسألة الإغاثة بشكل احترافي؟ الخلل فيما يخص النازحين الخلل إداري بشكل أساسي. إداري. أما بخصوص الإغاثة بشكل عام، هناك نعم هناك إغاثة تصل من مركز سلمان، من منظمات، من مؤسسة، من منظمة ميرسي كور. هناك إغاثة تصل، ولكن المناطق التي لم يتعرض سكانها للنزوح بسبب الحصار، مثل مدينة تعز بعض الأحياء تتسلم سلال شهرية، ولكن هذه الجهود ضئيلة لا تغطي حاجة الناس. لكن عندما نتحدث عن حقوق النازحين، لا يوجد أي عمل مؤسسي، لا يوجد رصد. عندما قبل أشهر حاولت منظمات دولية أن تلتقي بالحكومة لعمل تنسيق معين لتقديم جهود إغاثية للنازحين، الحكومة لم يكن لديها تصور، لم يكن لديها أرقام تقدمها لهذه المنظمات، وبالتالي هذه الجهود كللت بالفشل. الخلل أساسه من السلطات المحلية التي كانت معذورة في بداية الأمر بسبب ارتباك المشهد. نعم. ولكنها الآن مسيطرة على الواقع، لديها موارد، ولنقول على سبيل الحصر يعني مدينة تعز لديها موارد خاصة موجودة ولا تسلم إلى الحكومة الشرعية إلى عدن، وبالتالي هناك عدم وجود ضمير، عدم اهتمام، عدم استشعار المسؤولية. نعم. السلطات المحلية تطرح هذا الكلام على عاتقك سيد عمر باعتبارك مطلع ميدانيا على هذه التفاصيل، ونأمل أن يصل صوتك واحتجاجك هذا إلى المعنيين. أعود للسيدة مسك، تحدثت عن بعض المؤسسات التي المؤسسات الخاصة، عن مؤسسات الإغاثة التي تصل إلى النازحين لأغراض منها التصوير والظهور. هل لك أن تذكر لنا بعض المؤسسات الموجودة على الأرض من هذه المؤسسات الخيرية والتنموية؟ أني أذكر لك كثير من المؤسسات. لا أقصد تلك التي يعني تحضر يعني عمل بروباغندا، ولكن المؤسسات العاملة فعلا والتي تبذل جهد حقيقي على الميدان. هناك مؤسسات حقيقية تبذل جهد، وأخذ حتى ربما من المبادرات
واشكر الاستاذ عمر. طبعا هناك كثير من المبادرات يشتغل يعملنا عمل جيد، ولكن الدعم يكون لديهم قليل، لانه اصلا ياخذون المنظمات الكبيره المعروفه، وربما هذه المنظمه الكبيره المعروفه مع احترامي لا يكون لديها مسح شامل، او ربما نفس الفئه هي الفئه البعينه. مثلا اقول لك عن معاناه احفاد بلال او من سموهم المهمشين. نعم. احفاد بلال ربما اكثر الناس او اكثر الفئه التي هي محرومه ومقصيه بعيده من المنظمات الكبيره، الا من خافت الله رب العالمين وتذكرتها. هؤلاء سيدة مسك، دعينا نتفق، أولا هؤلاء مواطنون يمنيون، وبعيدا عن أي تصنيفات، وهذه التسمية هي تسمية أطلقتها وسائل إعلام الميليشيا بالمناسبة. لنعود إلى الموضوع. إذن أستاذي، أنا أقول لك في المصطلح العام، يعني نعم، من كون الناجحين أو كون العمل حقيقي، فئة لا تمتلك المال، فئة لا تمتلك أي شيء. نعم، هي من الفئات الهشة في المجتمع في ظل الظروف الطبيعية. الفئة الهشة والضعيفة التي هي مثلا الدرارة خرجت إلى الشمايتين ورحلوا، ثم عادوا مرة أخرى وحصلت المجازر من خطوط النار. ربما قتلوا أكثر فيهم، ربما الآن قتلوا في الشوارع، ربما الآن هم يموتون. طيب إذا كانت لديهم إغاثة، هم طبقة الأرامل والأيتام. نعم. الخاصة طبقة الأرامل والأيتام والفقراء اللي هم هاشين لن يخرجوا من منازلهم، وستكفيهم هذه الإغاثات التي نسمع عنها، والمعونات المادية والعينية التي نسمع عنها في وسائل الإعلام، لكن لا نراها على أرض الواقع كحقيقة مثبتة. معاناة النازحين بشكل عام في تعز هي معاناة حقيقية، هم يضطرون العودة إلى المنازل لأنهم لا يجدون قوت يومهم، أو لأنهم يثقلون على من استضافوهم، أو في المناطق التي هاجروا إليها ربما هم يلاقون. تناولنا في أكثر من حلقة في برنامجنا هذا هذه الفئة والنازحين بشكل عام، وربما أصبح موضوع النزوح هو الموضوع الأكثر تكرارا بين حلقات برنامج لست وحدك. رأينا هذه الفئة تحفر لها مساكن في الأرض لأنها لم تستطع أن تضع على وجه الأرض حجرا على حجر. سيدة مس، كيف يمكن الارتقاء بمستوى العمل الإغاثي من وجهة نظرك؟ الأمور العاجلة. إذن بارتقاء اللجنة التي تشرف على العمل الإغاثي، لابد أن يكون لديهم أولا إحصائية شاملة كاملة عمن نزحوا عمن بقوا وأين ذهبوا، ويكون لهم مسح وفرق ميدانية متواجدة حقيقية على ظهر الواقع. أن يشمل هذا المسح وقاعدة البيانات تكون مضبوطة موحدة، وأن يكون العمل عليه رقابة وعليه متابعة من هذه اللجنة، وأن يأتي الدعم ليس لمنظمة بعينها، إنما يتعدد المنظمات العاملة، ينظرون إلى المنظمة العاملة حتى وإن كانت صغيرة فليدعموها، وإن كانت بادئة أو ناشئة فليدعموا هذه. لأن لديهم، إذن أنت تطالبين أيضا بإعادة تقييم أداء هذه المنظمات التي تحظى بقبول أو بدعم أو يعني وسائل اتصال مع المانحين في هذا المجال. الأستاذ عمر أيضا ذات السؤال والطرح، ما هي وجهة نظرك للارتقاء بالعمل الإغاثي؟ للارتقاء بالعمل الإغاثي يجب تجنيب اللجان الرسمية المماحكات السياسية، وتجنيب العمل الإنساني والإغاثي أي نوع من المماحكات السياسية. اللجنة الفرعية للإغاثة عليها أن تبتعد عن ترصد المنظمات والمبادرات الخيرية التي تعمل والتي تسد القليل من الاحتياج. عفوا، هل تقول الترصد لهذه المنظمات؟ نعم، هناك ترصد. قبل حوالي شهر أعلنت اللجنة الفرعية بيان فيه تعسف كبير للمبادرات الخيرية، تطلب منهم أرقام وحقائق ونوع من التعسف في البيانات والخطط العامة
بالرغم من أن هذه المبادرات عفوية وتقوم بدافع إنساني وليست مؤسسات، هي مبادرات مجتمعية. نعم. وقامت بعمل تعسف لهذه المبادرات بطلبات وشروط تعجيزية تعجزها عن العمل فيما يصنع. وإلا ماذا؟ وإلا ماذا؟ ويعني وإلا إذا لم تقدم هذه عقاب وتلويح، وتلويح بالعقاب. عقاب بماذا؟ ما هي أنواع العقاب التي يمكن أن يعني تفرض على مجموعة من المبادرين شباب أو فاعلين خير يذهبوا إلى منطقة فيها نازحين ويسلموا لهم بعض المساعدات؟ ما هي العقوبة التي يمكن أن تطال هؤلاء؟ هذا التعسف كان واضحا من خلال البيان الذي لوح باستخدام القوة وباستخدام الاعتقال ضد كل من لا يتعاون ويقوم بجهد غافي ولا يقوم بتقديم بيانات كاملة وخطط مستقبلية، بينما هذه المبادرات مجتمعية عفوية. الأمر الذي يمكن يعني اعتباره تعجيز المبادرات وإفشالها عن العمل فيما هذه اللجنة الفرعية لم تقم بعملها الأساسي المفترض بها، وهو عمل بيانات ورصد لحقوق للنازحين وتتبعهم وإنشاء مخيمات لجوء واستخدام الموارد التي موجودة في التي تحصل عليها السلطات المحلية في تعز. نعم. المحاكات السياسية عملت مطبات، وهناك ردود فعل وهناك نوع من الانقسام في داخل المؤسسات الخيرية الفاعلة، وهناك نوع من التعصب الذي يمكن نسميه نوع يعني تم تسييس العمل الإغاثي، هكذا يمكن وصف هذا العمل. إذن أنت تدعو إلى وقف تسييس العمل الإغاثي والاتجاه به إلى المهنية في التعامل والأداء. كذلك السيدة مسك المكرمي تدعو إلى إعادة المسح وإعادة تقييم المؤسسات العاملة في الميدان وفق أدائها الحقيقي والملموس، وتظل مشكلة النزوح ومعاناتها وتبعاتها قائمة إلى أن تلتفت المؤسسات الرسمية المعنية في الحكومة الشرعية. المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري والناشطة الاجتماعية مسك المكرمي، كنتما معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أسرة عبد الجلال العزاني، تم الرصد، في أمان الله.